الرشاش في وجهي وقال لي روح جو روح. فعرفت انه مش راح يساعدني. جيت ماشي شوي شوي على جنب صور، وكنت افكر انه اين الطلقه بدها تطلع من اي جهه من ظهري. فدخلت جوا السور وظليت واقف قاعد تحت الشجره. بعدين قررت اني امشي اطلع. لما طلعت شفت ضوء خافت في بيت، فعرفت انه في ناس هناك. رحت عليهم، الدم كان مغطي كل جسمي. وطقيت على الباب وخرج زلمي كبير في العمر وزوجته. لما شافوني قعدت الحج يصرخ، يا يما يا حبيبي شو صار لك؟ شايف؟ فقال له هذا جندي جريح. قعدت تصرخ، فقال فوت فوت عمو تفضل. قال واحد من بناته كانت مريضة، قال لها قيميها من الغرفة وحطيه. والله يا أخي من دار العالمي، لا أذكر الاسم الأخي الأول، منتهى الإيثار، منتهى الإيثار. نعم. فظليت عنده بخبر الله 3 أيام. فإجا خوري صغير، شاب صغير بدرس خوري، نعم، اسمه فايز القسوس وصم كذا. فلما إجا شايف قلت له يا أخوي فايز، سمعت إنه اليهود أصدروا قرار إذا إنه واحد بئوي جندي أو بئوي أي من المناضلين راح يهدموا بيته وخربوا بيته، في عندك محل تأخذني عليه؟ قال إحنا عندنا في الدير سوينا مستشفى، شبه مستشفى، وفي من زملائك عندنا. قلت خذني. فقلت اختيار، قلت له انا بدي اطلع من هون لانه خايف عليكم. وقال والله اذا بيهدموا بيتي علي مع اطفالي والله ما بقدر، ما بتطلع من عندي. قلت له يا ابن الحلال حرام عليك. فقلت له فايز خليه لما يخرج مكان اخر بعدين تيجي تاخذني. فطلعنا ورحنا على الدير، واذا مين علي مثقال فايز. يا الله يا اخي شعور رائع. طيب خليني اذا بس اتوقف هنا مع أخونا الله يرحمه، هذا مثال الجندي الشجاع علي مثقال فايز. أخذ اتصال من إخوان على الخط، بستنوا بينا بشكل سريع. بس أخونا الأستاذ أحمد عزام، مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي يا سيدي. الله يعطيك الصحة، تفضل. الله يعطيك العافية. ممكن نمسي على الدكتور؟ الله يمسيك بالخير، تفضل دكتور معك. السلام عليكم يا دكتور. هلا يا اخوي، يا هلا فيك. شو اخبارك؟ الله يبارك فيك. يا هلا فيك. معك ابو قصي العزام يا دكتور. هلا يا حبيبي. هلا يا اخوي، كيفك يا حبيبي؟ شو اخبارك؟ والله بدي بساطك، الحمد لله. جهودك مشكوره يا سيدي. شكرا شكرا. الله يعطيك العافيه. والله هذا واجب علي وطني انه اساعد اخواننا، يعني يكثر من امثالك ان شاء الله يا دكتور. الله يبارك فيك يا سيدي. بالمناسبة الأخ المذيع دكتور هذا من الناس اللي عالجته أنت؟ والله هو من الناس كمان اللي ساعدني في علاج الآخرين، ما شاء الله. يعني هو له فضل أيضا في مساعدتي في علاج الآخرين، يعني بس جمع الناس بس بدي أشير للناس اللي فاتتهم بداية الحلقة أنه الدكتور من الآن من الأخصائيين العالميين اللي عم بيعالج المرض الفكري بطريقة يدوية بدون جراحة مطلقا. دكتور تفضل. أستاذ أحمد قطعناك إحنا. خليني معك شوية. تفضل. حبيت احكي انه يا ريت ترفع صوتك شوي. هذا الانسان الرائع المبدع، يا ريت كل رجالات الوطن يكونوا باجتماعه وبحرصه على المصلحة العامة وخدمة المجتمع الاردني. بالمناسبة انا كرئيس جمعية قم الخيرية، نعم، توجهنا للدكتور وكلفناه انه يكون رئيس فخري لجمعية قم الخيرية، وان الفخر والاعتزاز انه يكون راعي لجمعيتنا كبيرة لجهوده واللي ببذلها في الميدان. اللي بيجي على الاردن بقعد شهر بيقضيها من بلد لبلد، يعني اولاده ما بيصح له يشوفهم، بيقضيها في خدمة المواطن الاردني في كل مواقع الشعب الاردني من قرية لقرية. يعني هو بكرة عندي ان شاء الله في بلدة قم عامل يوم طبي مجاني، ويوم الخميس والجمعة والسبت حيتوجه للكرك والطفيلة ويعمل أيام طبية مجانية. هذا جهاد يا سيدي. طبعا دكتور يعني ما شاء الله يعني بارع. وبالنسبة لأمراض الديسك طيب أستاذ أحمد، يعني خلينا نشكرك كمان أنت على اتصالك وشكرك لدكتور. خلني أخذ كمان اتصال. ألو تفضل. الو الاسم الكريم بس. الو
استاذ معاوي تفضل، احنا سامعينك. الو، سامعينك استاذ معاوي تفضل. بخيرات اخوي، معك معاوي المخازن من الرمحة. اهلا وسهلا، تفضل يا استاذ معاوي. حبينا نمسي على برنامجكم الحلو. الله يمسك بالخير. على دكتورنا الكريم اللي منور الشاشه. الله يبارك فيك يا اخي. الله يسلمك، وحبينا نشكر الدكتور على اللي قام فيه عندنا بالرمحة من ايام طبيه مجانيه ومساعده الناس. نعم. والله يديم الدكتور ذخر لهالوطن. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شكرا، الله يبارك فيك يا اخي. ممنون. نشكر هالقناه الجميله اللي استضافت اجمل طبيب عندنا موجود. هذا اروع 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 انسان يا سيدي. الله يبارك إنسان. فيكم. طيب. شكرا. الله يسلمك. خلينا نخلي الدكتور يستمر شويه، بدنا نحكي عن الرائد علي مثقال الفايز يا سيدي، هذا اللي صار بينك وبينه اكثر موقف ومع الجنود الاسرائيليين وشو اللي صار. فلما اجيت عليه هناك شعر بهيك انتعاش، كان هو مضروب ضربة كويسة جامدة مدخوخ في المنطقة السفلى. وفي كمان ضابط مرشح صديقي من زملائي كانوا يعني معاي. يعني بتمنى لو ناس من 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 هذه العائلة العشيرة الكريمة الفائز إنه يحدثونا إذا عندهم معلومة عن هذا الشخص كمان نستزيد معلومات عنه. فلما راح قال والله إنه سمعت إنك انقتلت استشهدت، فأنا مبسوط إنه أنت عندي هون، أنا هلا كيفت يعني انبسطت. فقعدنا مدة حوالي 17 يوم، فقرروا يجي يأخذونا. الطريق اللي أخذونا فيها شغلة قصة طويلة، يعني كانت شغلة معيبة لليهود. لليهود خوف وضرب، ضربوا القسيس الصغير، هذا الشاب الصغير القسيس ضربوه على رأسه لأنه كان يحكي معي. فلما أخذونا حطونا في ترك، علي مثقال الفايز كان على البداية عند مقدمة الترك. لا المخرة آخر شيء، آخر شيء حملوه. وأنا والمرشح أحمد كنا مع بعضنا جنب بعضنا، فأخذونا على منطقة اسمها عين كارم في الليل. والله لما نزلونا، أول ما نزلوا مين؟ علي مثقال الفايز. ما نزلوا، قبل ما نزلوا طلعوا فيهم يمكن طلعوا تعالوا يتفرجوا في واحد بعيد مسامعين مبول على نفسه. يستهزئوا بعلي يعني. يستهزئوا في علي مثقال الفايز. شو قال له علي؟ قال تخسي شواربك يا ابن صهيون. علي مثقال الفايز ما يبول على نفسه، علي مثقال الفايز مدخوخ. هو يعتبر الآن في الأسر. وقال له تخسي شواربك يا ابن صهيون. نعم. قال أنا علي مثقال الفايز أنا ما بول على نفسي. يعني أنا مدخوخ من المنطقة هذيك. فاحنا بيني وبينك لما شفنا موقفه قلنا اكلنا هوا انا احمد، قلت هسه بلشوا فينا قتل يعني ضرب. فيا اخي زي ما تقول المقدم هذا حس في احراج انه يعني كيف الشيء اللي حصل انه غير انساني. فقال له انا متاسف اني اهنتك. اعتذر. والله قال له انا متاسف اني اهنتك ونزله شايف، لكن بألم كان متألم كثير. فلما اجوا علينا غمونا اول قبل ما ينزلونا، لما نزلونا اول هذا ما عطني بوكس في ثمي. كان مغمض على عينك؟ مغمض، ما بدريش انه في بوكس جاي. لما ضربني في هذا ألمني كثير لانه ثمي دخل في اسناني. ضربة مباشرة. بعدين خبطني وين هون، كان في طلقة بتنز فخبطني عليها. يا اخي صار عندك تخدير، الشخص تخدير. بعدين يمسك ايدي ويلعب في اعصابي انه منين الضربه بدها تيجي. كنت ايش ارقص معه مع العمليه يعني. والله قال دخلوا، دخلنا هناك. قال انت اسمك عادل جعفر الملاحمي الطراونه؟ نعم. قلت نعم. قال هي ضبارتك عندي. السلام. والله. قال شايف كيف الملك حسين والرئيس جمال عبد الناصر، شايف كيف بيسووا فيك؟ قلت هذول ما سووا فيي شيء، أنا بدافع عن بلدي، أنا بدافع عن وطني ضدكم. فقلت له بتعرف أنا مبسوط إنك غميت وجهي. غميت يعني غمضت وجهي. غميت يا حطيت. فقال لي ليش؟ قلت على أساس ما أشوف وجهك الحقير. يا سلام. والله هذيك اللحظة كنا متخدرين. بعدين ما كنت تحس في خوف، انتهى لحظة الخوف. فقال قيموا الأصابع عنه، راح جاب لي نسكافيه والله. ما شاء الله. والله. فعرفت انه عدوك بيحترمك اذا انك شجاع. يعني هذه رساله لكل الجبناء. لكل الجبان. نعم. ما حدا بيحترمه. لا والله. لكن مع انه قدر واسالك لما عرف انك بتدافع عن بلدك
احترمك؟ احترام نعم. وكاب كوب النسكافيه في هذيك اللحظه؟ اه والله جاب لي نسكافيه. له طعم كان زاكي؟ كان الدم مليان ثمي دم ما كنت استطعم فيها. هذا دم دم الرجوله والله، دم الرجوله. طيب اخونا علي بعدين شو صار بينك وبينه؟ والله رجعونا على المكان اللي كنا فيه. ثاني يوم اجوا في جماعه خورة قسيسين. قالوا انتم بكره بتشرحوا كل الاشياء اللي على ايديكم الرباطات، بدنا نطلعكم على اساس انتم عمال دفن موتى. قلنا يعني تهريب لكم؟ يهربونا من هناك. هربوا؟ نعم. فقالوا علي قال انا بقدرش اروح، انا خالص ما 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 قدر يطلع معنا. فطلعنا احنا ثلاثه كنا شباب، وجدنا على الطريق ختيار مطخوخ بين عيونه منفوخ طاخينه اليهود طاخينه، وعرفت انه عمدا لانه بين عيونه كانت. وجيبته هذه مفتوح من هون هون، في غليون في جيبي وثلاث حبات حلو في جيبته. يا الله شو اثر فيه منظره، لانه كان مطخوخ عمدا مش مطخوخ، ورجل كبير بالسن، رجل كبير يعني بالسن يعني. واضح انه من حبات الملبس انه رجل على بركه الله. فما قدرنا نبحث شيء، معناش كريكات وكذا. فروحنا جبنا بنزين وحرقنا ولا شيء شيء كانت بحاجة بشكل فطلعنا على النهر، واذا في قارب هناك واحد مع قارب نفذنا على الجهه الثانيه. رحت عند خال الي اسمه عادل الشمالي، فرحت عليه هو يعني. طبعا اهلك بيعرفوا انك استشهدت؟ في ناس قالوا لهم ان احنا شفناه استشهد. طب كيف يعني كيف فصلوا؟ في شاب وكيل كان وراي في مورا الموقع تبعي لابس بسطار بعيد منك احمر ومنفوخ الجثه. فقال انا شوف عيني شفته، تعرف كان ورا الموقع تبعي بالضبط ولابس الباس بسطار احمر. فلما اخذني على المفرق كان والدي والدي هناك، قال لي تخبى في الكرسي الخلفي. تخبيت، راح عليهم قال لهم ها سمعتوا من عادل؟ قالوا حبيبك راح، انا اسمي على اسمه. قالوا توفى استشهد. قال اكيد. قال واذا انا بجيبك وياه اليوم؟ فالوالدي قالت له بتمزح معانا في اوقات زي هيك؟ قال انا بروح بجيبك وياه الان. يا سلام شايف. فطلع علي وقال لي اطلع. لما طلعت كانوا يفكروا يحلموا. والله. فيعني قصه كانت. كيف كان شعورك وشعور الاهل؟ انا شعوري يعني حاب اني اشوف امي وابوي لي عنهم مده طويله وجريح، بس هم شعورهم انه هيو ابنهم اللي كان مستشهد هيو امامهم. كان يعني بفكر حال بيحلم. نعم مفرح. طيب نعم. خلينا ناخذ الاخت اسلام الطراوني. مساء الخير. مساء النور. والله تعلي صوتك يا اخت اسلام. مساء النور. تفضل يا اختي. كيفك يا خالو؟ هلا اهلين اهلين. اخبارك يا خالو؟ والله بدي بصوتك يا هلا فيكم. هلا يا خالو. بتفاخر فيك يا خالو. الله يبارك فيكي، الله يبارك فيكم الجميع كلكم. تسلم يا خالي. طيب شكرا. الدكتور امجد زيادات. مساء الخير دكتور امجد. مساء النور. كيفك يا دكتور؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا دكتور. الله يبارك فيك. الدكتور امجد زيادات يا سيدنا العزيز، عضو مجلس بلدية الرمسة. زيادات يا ميت اهلا وسهلا بالدكتور، تفضل. حياك الله، بدنا نمشي عليك وعلى الدكتور عادل جعفر الطراوني. الله يمسيك بالخير. هلا فيك اخوي، هلا. مساء النور. يا سيدنا حابين بس نعرف بالنسبة للدكتور عادل، احنا عرفنا عنه من زمان انه كان مخترع واخترع طيارة، وياريت انه وفينا بتفاصيل الاختراع اللي كان مخترعه الدكتور عادل، واحنا بنحييه على التلفزيون نورمينا ونشكرك ونشكر قناتك اللي موجود فيها الدكتور عادل طراوني. الله يخليك. يعني هاي بعض الاسرار اللي احنا الان بلشنا نعرف عن الدكتور. والله انا بلديت الرمثة على اتصال قوي معاكم انتم، وانا بفتخر فيكم نفس الشيء، يعني بفتخر في كل عضو من اعضاء البلديه ورئيس البلديه والمتصرف. هذه يا سيدي قصه طائره صغيره. انا مهندس وعندي عندي هوايه في صناعه الطائرات وخاصه طائرات الهليكوبتر. ففي 85 كان في قدمت مشروع طائره صغيره جدا للجيش الاردني. الطائرة هاي المساحات السطحية فيها الرادار ما بيكشفها، والرادار بيعملها كسيارة. بعدين فيها جهاز البراشوت، هذا بينطلق زي قنبلة على ارتفاعات بسيطة بسموه بلستيك شوت. نعم. وبنزل الطيار بسلام.
الطائرة بتقدر تطفي المحرك بعد ما ترتفع ارتفاعات عالية وتنزل بدون صوت في منظار ليلي، فيها أربع صواريخ فرنسية ورشاش على إيدك اليمين.